انت ليه قلت تعبان قهوه ولا الزمالك؟ عشان انا وجمهور الاهلي بينا حب كده. طب بقول لك ايه، في كلام كتير على انتقال علي معلول لنادي بيراميدز. تتوصليني بيه؟ لا العقد كان كبير قوي والله، زيك اهو يعني الرقم كده، ما يعني نتخيله مع بعض، ما شوشكش الرقم، ما كانش هايل. شوشني واخد ده تشامبيونز ليج، واخد كاس، واخد دوري. عندك حق. في السنه في عرض جه من احد الانديه لعلي معلول ب 25 مليون جنيه في السنه عشان ينتقل من النادي الاهلي ويروح للنادي ده، وعلي معلول رفض. ايوه علي معلول رفض وقال انا سعيد في الاهلي وباقي في الاهلي وعندي علاقه ممتازه مع جمهور الاهلي اللي ما اقدرش اتخلى عنه، وانا بحس دلوقتي ان انا ابن من ابناء الاهلي. وانا بقول لعلي معلول ما تحسش، انت فعلا ابن الاهلي فعلا، مش كلاما وقولا وتمثيلا وحركاتا زي ما كان ولاد الاهلي بيعملوا. العرض ممكن اكبر عرض بتاع السنه اللي فاتت اللي انت كان الاكبر. كان اكبر للنادي ولعلي معلول، لكن حبي للنادي وحبي للجمهور. نفسك تختم حياتك في النادي الاهلي؟ يا رب ان شاء الله. لو قال لي ان رهان علي معلول عن النادي الاهلي اكبر مما دماغك تتخيل، قال له انا مضيت مع النادي الاهلي، مضيت مع جمهور النادي الاهلي، مضيت مع طموحاتي في النادي الاهلي بعد المشوار الكروي، وعمر ما حد ران في الحته دي.